لحظات دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطايره. دكتور عمرو بقول لك مبروك الفوز بالبطوله والتنظيم والشكل والنجاح، و24 فريق كانوا في هذه البطوله الكبيره. زي ما انا قلت مبروك لمصر، 24 فريق اول مره في تاريخ اي لعبه جماعيه في النهائيات، وكون النادي الاهلي اللي بينظمها يبقى التنظيم على اعلى مستوى. اعتقد رقي الجمهور المصري والاهلاوي ادى طعم غير عادي. التزام مجلس الاداره وتعليماته والامن اعتقد ادت البطوله قوه غير عاديه. مبروك لمصر كلها، وطبعا البطوله في هذه الظروف باعطاء او اهداء كاس البطوله لفخامه الرئيس هو احسن وسام للبطوله، لانه في بمناسبه الولايه الثانيه وفي مناسبه الظروف دي اعتقد دي احسن مكسب للرياضه المصريه والرياضه الافريقيه. حضرتك حرصت على توجيه الشكر لمجلس الاداره على تنظيم هذه البطوله بهذا الشكل الرائع، تعليق حضرتك على التنظيم وايضا ثلاثه فرق في المراكز الثلاثه الاولى من مصر في هذه البطوله الافريقيه. هو طبعا احنا بنشتغل يعني بالنقاط والناحيه التحليليه، اعتقد كل اللعيبه اللي كسبوا يستحقوا. هو طبعا في حاجات اساسيه لازم نكرم الجرحي، عمل جهد غير عادي، لازم نكرم الضماطي نائب رئيس اللجنه المنظمه، رؤوف الدينامو مدير البطوله، احمد قطب اللاعب اصيب وكان ممكن يبقى احسن لعيب. اعتقد البطوله غطت جميع النواحي الرياضيه والانسانيه والقوميه، فمبروك للنادي الاهلي، مبروك لمصر. انا فخور ان هذه البطوله تمت في مصر لان هي اعلى مستوى في العالم. البطولة القادمة فين؟ بعد الحدث اللي شفناه النهارده وتنظيم الاهلي، البطولة الجاية تنظيمها هيبقى أصعب على أي نادي أو أي دولة تنظمها. البطولة مفتوحة على حسب مين اللي هيقدم أحسن العروض، يعني ممكن النادي الأهلي ياخدها السنة الجاية. مفتوحة. شكرا جزيلا. الدكتور عمرو علواني.